السلام عليكم، مبارك لأخوي العزيز محمد، مبروك حبوب لكزس. زين اي اس، لا مو باي اس، اي اس. زين شوفوا البليت 2022 شهر واحد، اوكي موديل 2022. زين اي اس 350، الماكينة 6 سلندر طبعا، ما شاء الله. شوفوا التبريد، زين ما شاء الله رطوبة، ما شاء الله. زين بس حبيت اني اخبركم ان لا زالوا التويوتا ماسكين على غاز 1348، الزيت ما تغير، عندي اويل 8، كمية الغاز 610 بلس او ماينس 30 جرام، يعني هذه المركبة تعبأ بالوزن، تعبى بشو؟ بالوزن يا حلوين، تعبيها بالوزن وما تعبيها بالضغط، عبيها بالوزن. اوكي شوفكم على خير، ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، وننتهي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى نتعلم مع الجيران. اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابداء الاعجاب وايضا نشر محبتكم. تشوفون ما في عدسة صراحة، المفروض العدسة في هالمنطقة بس ما في عدسة. زين طبعا هذا اللو، هذا مكان التعبية، وهذا مكان قياس الضغط الرادع، وهذا مكان قياس الضغط العالي، ما في شيء ثاني، أمور طيبة. بس